مع الشيف نضال بمطبخ رؤيا، مكملين معكم كل يوم على الساعة 3 للساعة 4. عم نعمل أو عملنا ششبرك والفتوش. كيفك شيف؟ ششبرك بعدنا ما سويناهوش، نستغلق الجميل بدنا نحط. مرتاح بمطبخ رؤيا شيف؟ والله طبعا أكيد، بس يعني لله. عم نغلبك بأكثر من شيء. بسعدني إني أتغلب. تسلم. بس لطبعا مشاهدين قناة رؤيا، هلا حضرنا خلصنا كل شيء. هاي الفتوش تقريبا صار جاهز، سكبته. الششبرك على النار صح؟ على النار نعم، هسا شوي بضع ششبرك. هون ممكن اضيف شوية خبز الآن في هاي المرحلة، أو نزينه بالليمون كمان، يعني حسب الرغبة. منظر كثير زاكي. وهي كمان هيك شوية خضار عليه من فوق، هو مش بحاجة لأنه هو ألوان كلها حلوة كثير. وحضرنا طبعا الكبة بالبطاطا. الكبة طبعا كبة كبيرة، كبة البطاطا من الخضار، محشية بخضار من نبيل جاهزة. الفتوش هي صار يعني احنا عملنا سلطه مقبلات طبق نعم. رئيسي وحلو. بكره حنسوي كمان على فكره، بكره في وصفتنا صارت تقريبا جاهزه لبكره، حنسوي صينيه بطاطا مع الدجاج بالاعشاب، حنسوي كمان سوب شوربه العدس، وحنسوي كمان اليوم بكره كوكتيل القطع اللي بتسوي بحط مع قطع ان شاء الله كمان. فهي صحن الفتوش صار جاهز، نرفعه على طاوله التقديم جنب البطاطا، واحنا الان عم نستنى حتى يغلي الجميد شويه ونبدا في تجهيز طبقنا. طيب عبين ما يغلي بدي اذكر مره جديده بسؤالنا عن اصل طبخه الششبرك اللي عم نحضرها، هل هي تركيه لبنانيه او سوريه؟ ومعنا اتصال. الو مساء الخير. الو 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 مرحبا. اهلين كيفك؟ تمام رمضان كريم. الله اكرم. تفضلي. بدي اجاوب عن السؤال بس بدي احيي الشيف نضال. بس مين معي قبل؟ جهاد عليان. شو الاسم؟ جهاد عليان من عنطر. جهاد. جهاد اهلا وسهلا يا سهلا. يلا شو الجواب؟ اصلها تركي. اوكي دخلتي معنا السحب جهاد. شكرا. ضلك عم تحضرينا عشان تعرفي اذا ربحتي او لا. اكيد راح احضركم. اوكي شكرا لاتصالك. بذكر جهاد وبذكر كل اللي عم يحضرونا الجائزه معنا، جائزتين مقدمه من فلونا 50 دينار كل جائزه. كمان اتصال. كمان اتصال. الو مساء الخير. الو الو مرحبا. مرحبتين اهلا وسهلا. معك ايتن. كيفك ايتن؟ شو هالاسم الحلو يا ايتن؟ الله يخلي ايامك. تفضلي. جواب اكيد تركي. شو الجواب؟ تركي. تركي اوكي. شكرا. ان شاء الله تربحي معنا. آيتن. شكرا. شكرا لاتصالك ورمضان كريم. الان بدنا نسوي طبقنا الثالث اللي هو طبعا كرات التمر مع جوز الهند. يا ريت اول شيء ليلى تفرجينا غلبك المقادير تبعت كرات التمر. شكرا جزيلا. هاي مقاديرنا على الهواء بعد شوي بنشوفها. مقاديرنا كرات التمر مع المكسرات او المخسرات اسمها برضو نفس الشيء. نصف كيلو من التمر المهروس، طبعا هذا التمر بيكون دائما شوي شيب ورخيص. ملعقتين من زيت الزيتون ورشه جوز الطيب، ما نكسر جوز الطيب. ونصف كوب من الفستق الحلبي او الجوز او اي شو اي نوع من المكسرات بدي اياه، حتى الفستق العادي فستق العبيد بصير. وكوب من جوز الهند. كثير سهله لكنها كثير طيبه، وخاصة على موضوع كمان يعني عند الفطور وعلى السحور. فعندي هون التمر، هي تمر مهروس، أضفت له قليلا من زيت الزيتون، وهي كمان شوية جوز الطيب. قد بتكلف تقريبا التمر؟ يعني هاي تقريبا ممكن نسوي نص كيلو، ما بتكلفش حوالي الدينارين كلها بعضها. اوكي معنا اتصال. فهي كمان شوية من جوز الطيب. مرحبا. هلا كيفكم؟ تمام كيفك انت؟ الحمد لله منيحة. كيفك يا أسماء؟ الله يسلمك، شكرا على هالبرنامج الحلو. تسلم عيونك الحلوة. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا أسماء. أسماء بتحبي الأكل؟ أكيد. ليش حسيتك ما بتحبي الأكل؟ إيه؟ حسيتك ما بتحبي الأكل. لا بحبه ولا بتحبي الششبرك تحديدا؟ طيب شو الجواب؟ تركي لبناني أو سوري أصل طبخة الششبرك؟ ايش اصل طبخه الششبرك؟ تركي سوري او لبناني؟ تركي. تركي خلص ان شاء الله تربحي معنا. دخلتي معنا السحب يا اسماء. اكيد دخلت معنا. يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب. الان بدي اضيف انا الششبرك على الجميد اللي عم بيغلي، وزي ما حكيت لكم استعملوا اي نوع بدكم اياه، نستعمل اي شيء بدنا اياه باللبن، يعني مش اساس انه لازم احنا نستعمل تحديدا الجميد، ولكن انا بنصحكم تستعملوا الجميد رح يطلع طعمه طيب كثير ولا أذكر منه. هاي مجمد أنا عامله الصبح قبل ما أجي على الاستوديو.
طبعا كل الجيران الصبح بشموا الريحه منين؟ ريحه الطبيخ الجميل، ريحه باميه، ريحه والكل بيستغرب منين الريحه هاي جايه. النشاط نشاط من الصبح وخلص الصبح. طبعا اكيد انا برامج الطبخ هي طبعا مش سهله، بدها تحضير كثير وبدها شغل، بس نفس برضه الحمد لله هو النفس اهم شيء بالطبخ، وانه الانسان يطبخ للناس هيك بنفس صح، او لا ست البيت تطبخ لاولادها او لجوزها برضه بنفس كمان. سفرة رمضان لها طعم مميز، طعم والعزايم وصلة الأرحام أكيد. إذن هيا بس تغلي تقريبا 3-4 دقائق بتكون جاهزة، في هاي الأثناء بكون سويت التمر مع المكسرات أو المخسرات زي ما بدكم. عندي جوز الهند هون وعندي كمان التمر، والآن بدي أجيب صحن للتقديم. ممكن نستعمل الأوراق الصغيرة الكبس نستعملها. أوكي شوف بعد إذنك في اتصال يلا. من سوريا، مساء الخير أحلام. ألو مساء الخير. رمضان كريم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. تحيتنا للشعب السوري اكيد، وإلكم كمان يعطيكم العافيه. الله يعافيك. على الاكلات الطيبين. تسلمي. اهلا وسهلا. هلا احلام لازم تعرفي الجواب، شو اصل الششبره؟ من عندكم ولا من تركيا ولا من لبنان؟ هلا نحن عنا اياها، بس هو بيقولوا انه الاصل تركي بقى، ما بعرف. بيقولوا صح. يعني عليكي. يا احلام. أوكي. أحلام بتحبي الشبرك؟ أكيد نحن بنعملها مع السمبوسك دائما. يلا إن شاء الله إن شاء الله تربحي معنا أحلام جائزتين مقدمة من إفلونا بقيمة 50 دينار. ينعاد عليك يا رب، شكرا لاتصالك. إحنا عم نسوي الكرات، كثير موضوع بسيط، مش نسوي على شكل كرة، ممكن نعملها على شكل مطاول، على شكل بدها اياه ست البيت تستعمله. هون عم نغطسها مع جوز الهند. ممكن نستعمل الكبس، البيبر كبس الصغير، الاوراق هيك ممكن نضعها كمان جواتها بتطلع حلو كثير. وهي نحن عم نسوي هون كرات التمر. انا عم بختار انواع حلويات غير مكلفه وسهله بنفس الوقت، والتمر كمان ضروري بسفرة رمضان. احنا رح نكمل الساعة 4 معك شيف، مع كل اللي عم بيحضرونا هلا، مكملين معكم لنربحكم ونكمل طبختنا. رح نروح لبريك، اخر بريك وراجعين. طبخاتنا تقريبا قربت تصير جاهزه، اكيد شيف نضال ابدع اليوم. شو ضل شيف؟ اول شيء نقدم طبعا كرات التمر مع المكسرات جاهزه نربحها. نضعها هون، وبعدين مباشره نسكب شيش برك. وانا يعني كنت حاب اسوي قليه مكونه من الثوم والنعناع نطشها على وجه الشيش برك، وهذا غير اساسي بالشيش برك ولكن بيطلع اطيب. فخلينا نسكب الشيش برك، شوف كيف الحبه نفخت. طبعا امتصت سوائل كثير. خلينا نقرب الصحن. دائما باول يوم وثاني يوم حلو على السفره يكون اشياء بيضة وخضراء. بيضة وخضراء بالضبط. بعدين بنتي سوسن انا كثير بتحب شيش برك، يعني التخصص معها 4 عدان شيش برك. بنوجه لها تحيه. شكرا لك. اذا هي الشيش برك عم نسكبه. طيب شو رايك ناخذ اخر يلا اتصالين؟ وحنسوي السحب كمان، شو رايك؟ بنسوي السحب. اخر اتصالين، سؤال عن اصل طبخه الشيش برك. الو مساء الخير. الو الو مرحبا. مرحبتين. كيفك دانا؟ تمام. كيفك انت؟ مين معي؟ معك لين من عمان. لين كيفك يا لين؟ الحمد لله تمام. كيفكم انتو؟ شو صار شف؟ قطعتوهم؟ احنا منا. يلا لين. لا لو سمحتي بدي احكي مع الشيف. يلا هي الشيف معك. الو مرحبا شيف. اهلا لين، كيفك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير يا ربي. شيف حابين نشكرك على نظافتك وترتيبك واكلك المجنن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بدي احكي نفس الشيء. كلك زوج. يعني والله يا شيف النظافه والمطبخ عندك بجنن، وانت اكلك مش طبيعي، بكفي انه بنفهم عليك. شكرا شكرا. هو طبعا اكيد برضه كمان استوديو محطه رؤيا او قناه رؤيا كثير حلو كثير بجنن، وانا مرتاح كثير بالشغل صراحه مع الطاقم ومع الاستوديو ومع المخرجين ومع كل شيء. لا والله شفت انت منور، والشكر لكل الطاقم وجودك عندك والمخرجات وللمقدمات. لين حابه تشاكي؟ اوكي راح الاتصال. دخل اسمعنا اوريدي. انا بحضر هون قليه مكونه من الثوم ومن النعنع، فهي الثوم عندي طشيته، نضع كمان النعنع هون وهيك صار عندنا جاهز حتى نطشها على وجه. ناخذ اخر اتصال ولا نعمل سحب؟ السحب خلص يلا خلينا نعمل السحب.
السؤال كان عن أصل طبخة الشيش بركية، أصلها تركي أكيد. وراح نسحب السامي شخصين لا يربحوا معنا من فلونا شيف. أنت اللي راح تسحب عشان يزعلوا منك وما يزعلوا. بسم الله وهي هون جم. أو خلينا نودي الشيش برك أول شيء. أخوة التقديم، هي صار لنا أربع أطباق مجازين. هل حطيت ثومة وإيش بقدونس؟ ثومة ونعناع آخر شيء، أو ثومة وكزبرة برضو بصير. فخلينا نشوف السحب. فمعانا رانيا. رانيا ألف مبروك رانيا، جائزة بقيمة 50 دينار مقدمة من فلونا. وهي كمان شخص ثاني اللي هو اليوم معنا كمان فائز ثاني أو فائز يعرفش. معنا لين. لين آخر لين. متصلة نصيبة. رانيا ولين ألف مبروك. شكرا. رانيا ولين جائزتين مقدمة من فلونا. دائما عندنا جوائز ودائما عندنا طبخات بمطبخ رؤية، دائما استنونا بكل جديد. أكيد نشكرك شيف نضال. أنا بشكرك دانا وبحكي سيد بشين. إن شاء الله موعدنا بكرة في أطباق جديدة وطيبة وسهلة ومش مكلفة. يعني نشكرك على هالسفرة الطيبة، وبكرة كمان سفرة جديدة وجوائز جديدة وسؤال جديد. نشكر متابعتكم، دائما استنونا على الساعة 3، وكمان ما تنسوا الرؤية كمان ساعة الساعة 5 تقريبا. دائما كونوا على رؤية بكل جديد وبضحكة حلوة. باي باي، نرجع نلاقيكم بكرة. السلام عليكم. نبيل وليان.